ايه نعم، شوف القسمة الإقليدية نعم نعدكم ثاني باللي في الاخر في المسموع في تليجرام ان شاء الله راح نجاوبكم على هذا كيفاش نخدموها بالقسمة الإقليدية. اذا كان فهمتك كيف قصدي الحالة الاولى، اذا ما خدمناهاش بنشر المطابقة كيفاش نخدموها بالقسمة الإقليدية؟ مش مشكل، في التليجرام نجاوبكم على هذا السؤال الان. عندنا فقط ذكرونا بعد، اذا كان نسينا في تليجرام ذكرونا فقط، عندنا السؤال تاع الآلان وعندنا السؤال تاع القسمة الإقليدية. تفضلي رحمة آخر سؤال ومن بعد نروحوا للمجال. تفضل أستاذ، في حساب النهاية هاي. على ما نديروش هنا مباشرة R تساوي صفر، بس كل لقيناها 1 على 2 ونديروها مباشرة. لا 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 لا، الار تساوي صفر في واحد على اثنين اساس. وكيفاش نشوفوا الاساس؟ لما تكون عندنا متتاليه هندسيه، احنا عندنا متتاليه حسابيه ما نشوفوش الاساس، صح؟ أستاذ، في المتتاليات الحسابية كاين وين نشوفوا الأساس؟ وين نشوفوا الاساس؟ كي قلنا متتالية متباعدة ولا متقاربة؟ المتتالية الحسابية تقدر تكون متقاربة. المتتالية الحسابية دائما متباعدة، لأن نهايتها دائما يا زائد ما لا نهاية ناقص ما لا نهاية. وكيفاش نشوفوا الأساس؟ هذيك في الهندسية، في الهندسية مازال عندنا العنصر تاعها. لا لا، إذا قلنا نلقاو مثلا R تساوي صفر ومن بعد هاي نحسبوا النهاية عند ليميت عند زائد هذا ما لا أساس. نهاية ونلقى إلي N لحظة لحظة يساوي لحظة لحظة، صفر. الأساس لقيتيه صفر في الحسابية. لا لا، هذه حالة من الحالات، كاين وين إذا لقينا R أقل من صفر ونلقاو ليميت عند زائد ما لا نهاية إلي N تساوي ناقص ما لا نهاية ونقولوا متتالية متباعدة. صح، هذه ما نحتاجوش نلاحظها. المتتالية الحسابية هي تكتب من الشكل في صفر زائد ار في ان. تقدر تكون لما يكون الاساس موجب راح تكون مثلا 2 زائد 3 ار، ولما يكون الاساس سالب راح تكون 2 ناقص 3 ار. هنا ما نحتاجوش فيها قاعدة، يعني هذه نعرفوها كامل. لما يكون ان زائد ما لا نهاية، زائد ما لا نهاية في عدد موجب زائد ما لا نهاية، نزيد له عدد زائد ما لا نهاية. إذا نستنتج باللي المتتالية كتكون حسابية أساسها موجب نتيجة زائد ما لا نهاية. لما تكون أساس سالب عندنا زائد ما لا نهاية في عدد سالب ناقص ما لا نهاية، نزيد له عدد سالب عدد يبقى ناقص ما لا نهاية. إذا المتتالية الحسابية في كل الحالات هي متتالية متباعدة. وكيفاش نشوفوا الأساس في المتتالية الهندسية؟ في المتتالية الهندسية نشوفوا الأساس، لأنه كاين حالات أكبر من واحد حالة أقل من واحد حالة ورايح. أستاذ، كاين وين نلقاو حالة نلقاو R تساوي صفر ومن بعد نكتبو ليميت تساوي ليميت كنحسبو ليميت عند زايد ما لا نهاية ايوه نلقاو إلي R تساوي إي صفر، نقولو متتالية متقاربة في المتتالية الحسابية بعد. هي نعم، هذيك الحاله احنا هل يقدر يعطينا احنا متتاليه حسابيه نقول الاساس نتاعها صفر؟ في التمارين في التطبيقات اللي يعطيونا في الكراس نعم، لكن في التمارين تاع البكالوريا ما نقدرش نلقاو متتاليه حسابيه اساسها صفر، وما نقدرش نلقاو متتاليه هندسيه اساسها واحد، لانه هذو الحالتين تكون متتاليه ثابته، احنا ما يعطيناش متتاليات ثابته نخدموا بهم. هذه هي الفكره، فهمت؟ في تمرين تطبيقي في مثال عطاوكم الاستاذ في القسم نعم، بصح في هنا في الافكار لا، في التمارين لا. وضحت الاجابه؟ نعم، شكرا أستاذ. العفو العفو. الان نروحوا للمجموعين، نروحوا للمجموعين، اعطينا زوج مجاميع نحاولوا نركزهم. اذا فهمنا هذا المجموعين رانا فاهمين ان شاء الله اي مجموع في هذه الوحده. شوف اس ان قالنا يساوي اي صفر في في صفر زائد واحد زائد هذا الحد الاول، زائد الحد الثاني قال لنا اي واحد في واحد زائد اثنين زائد الى غايه اخر حد قال لنا هو اي الان في بي الان زائد اثنين اس. اذا الفكره ركز معنا في المجاميع، جمع عندنا مجموعه من المبادئ نحاول نتفق عليهم، اذا فهمناهم نقدر نحلوا اي مجموع كما يحلهم الاستاذ. الاستاذ ما يخممش في المجاميع مباشره يحلهم، علاش؟ لانه يعرف مجموعه من المبادئ في راسه. هكذاك ايضا التلميذ لما يتعلم هذه المبادئ يولي ما يخممش، يولي من يشوف المجموع يعرف الفكره نتاعو. اذا المبدا الاول وش هو؟
روحوا للحد الأخير، هذا مبدأ مهم جدا، روحوا للحد الأخير. علاش؟ الحد الأخير هو حالة عامة والحدود اللي قبل حالة خاصة. إيش معناتها الهضرة هذه؟ معناتها شوف عندك إيلي أن في فيلي أن زي اثنين أن، هذا هو الحالة العامة. في الأول وجدان، في الأول عوض فقط بالصفر، أصبحت إي صفر في صفر زائد اثنين، الصفر هي واحد، عليها كتبوا بهذه الطريقة. اللي بعده عوض بالواحد، اي واحد في واحد زي اثنين اس واحد في اثنين، كتبت بهذه الطريقة. إذا لازم نفهموا الحد الأخير. الحد الأخير رانا نلاحظوا باللي راه جمع تاع حدين، في زوج حوايج، فيه اي لي ان في لي ان وفيه اثنين اس ان. دائما كيعود المجموع تاعنا فيه زوج أفكار، من الأفضل أن نفصلوهم. إيش معناتها نفصلوهم؟ إحنا عندنا اي في في وعندنا الأعداد، من الأفضل أن نجمعوا الإي في الفي مع بعضهم ونجمعوا الأعداد مع بعضهم. إذا واش معناتها؟ معناتها إي صفر في صفر زائد إي واحد في واحد زائد إي لي أن في في لي أن، هذه جمعناها وحدها، زائد يعني فصلنا المجموع نتاعنا، زائد عندنا هذه واحد زائد اثنين زائد إلى غاية اثنين أس واحد، هذا قلنا هو كان اثنين أس صفر، اثنين أس صفر وحسبوا فقط أن النتيجة واحد، اثنين هذا هي اثنين أس واحد ورايح. كيفاش عرفنا بلي راه مكتوب اثنين أس صفر؟ من الحد الأخير نعرفوها، لأن الحد الأخير هو اللي يعطينا فكرة للحدود اللي قبل. إذا نظم على المعلومات، عندنا فكرتين، الفكرة الأولى هو الحد الأخير، الفكرة الثانية لاحظنا بلي الحد الأخير هذا فيه زوج عبارات، في هذه في هذه. ما هي الفكرة؟ دائما مجموعة لما يكون فيها زوج عبارات نفصلوهم، نجمعوا كل واحدة مع بعضها. الآن نخمو في كل واحدة وحدها، ركز. عندك اي صفر في صفر، عندك اي واحد في واحد، قلنا تروح للاخير اللي هو اي لي ان في في لي ان. اي لي ان في في لي ان في المجموع لما تكون كاينه المتتاليه اي، والله المتتاليه اي والفي، اللي تهمنا انه كاينه المتتاليه اي. دائما كي تعود عندنا في المجموع المتتاليه اي، معناتها لازمتنا نرجعوا للعلاقه اللي تربط في لي ان باي لي ان. ركز معنا دوك تفهم واش معناتها. إذا دائما في المجموع تكون عندنا الإي في العبارة، لازمتنا نرجعوا لهذا العلاقة اللي هي في دي آن، اللي فيها واحد على إي دي آن زائد واحد. هذه العبارة الوحيدة اللي نقدروا نلقوا منها إي دي آن في في دي آن ماذا تساوي. إذا هي العبارة الوحيدة. الآن هنا قدم راسك شوية، لازم تكون ذكي شوية، مجموع سؤال تاع الناس، قدموا شوية واجتهدوا. الآن كيف أحصل على الجداء إلى أن في في أن؟ الفكرة واضحة جدا، حتى نحصل على الجداء إلى أن في في أن لازم نضرب الطرفين في الوسطين. إيش معناتها الطرفين في الوسطين؟ معناتها هذا يتضرب في هذا يساوي هذا يتضرب في هذا. علاش؟ خاطر الطريقة الوحيدة اللي نحصلوا على في أن في في أن. إذا جسدوا معنا الفكرة هذه، نضرب في أن في المقام، تصبح في أن في في أن زائد في أن في الواحد هي في. إذا تساوي ماذا؟ تساوي واحد. لاحظ باللي اللي تهمنا أنه تحصلنا على هذه الفكرة. إذا ماذا تساوي هذه العبارة؟ إي لي أن في في لي أن تساوي واحد، ونركنوا في لي أن للطرف الآخر. إذا واحد ناقص في لي أن. وش معناتها؟ معناتها وجدنا ماذا يساوي هذا الحد؟ هو واحد ناقص في لي أن. إذا ما هي الفكرة؟ نرجع لهذا المجموع ونعوض إي لي أن في لي أن، نعوضها بهذا النتيجة. إذا الحد الأخير اللي هو إي لي أن في لي أن بماذا نعوضه؟ نعوضه بواحد ناقص في لي أن. إذا الحد الأول بماذا يعوض؟ الحد الأول إي صفر في صفر، نحط هنا صفر، نحط هنا صفر، معناتها لازم نحط هنا صفر. إذا الحد الأول واضح باللي يعوض واحد ناقص في صفر. الحد الذي بعده يعوض ماذا؟ الحد الذي بعده هو إي واحد في واحد، معناتها نحط هنا واحد، هنا واحد، إذا هنا واحد. إذا واحد ناقص في واحد زايد إلى غاية آخر حد. إذا الآن تقدمنا نوعا ما في النص تاع المجموع اللي هو إي في الفي، وجدنا أنه يساوي واحد ناقص، وكنزيدو نرجعو له في الخطوة القادمة ونزيدو نبسطو أكثر. الآن ركز معانا في هذا المجموع، عندك اثنين أس صفر زايد اثنين أس واحد زايد، قلت لك دائما روح للحد الأخير، الحد الأخير هو اللي يخليك تفهم المجموع. الآن ركز معانا مليح، هنا عندنا مبدأ، حاولوا تكتبوا هذا المبدأ على الهامش او في الكراسه نتاعكم كملاحظات، هذه الملاحظات المهمه في دوره المباشر. الان اي متتاليه مكتوبه من الشكل ا في بي اس ان راها متتاليه هندسيه.
كما في هذه الحالة مثلا كون يعود عندنا في المجموع 2 في 3 أس أحد، هذه بمجرد ما نشوفها راها متتالية هذا السؤال، هذا يمثل ماذا؟ يمثل حدها الأول، وهذا يمثل ماذا؟ يمثل أساسها. لماذا؟ لأنه في الدرس قلنا راها تكتب من الشكل في صفر في كي أس أحد. إذن دائما كنلاحظوا باللي آ في البي أس أحد هذه راها هندسية، الآ هو حدها الأول والبي هو أساسها. الآن في هذه الحالة نسقطها على الفكرة نتاعنا، ما هو؟ هل هي مكتوبة من الشكل آ في بي أس أ؟ نعم مكتوبة من الشكل آ في بي أس أ، البي هو 2 ولكن الآ غير ظاهر فقط، لما يكون غير ظاهر معناتها 1. إذا هذه ماذا تمثل؟ تمثل مجموع متتالية هندسية أساسها 2 وحدها الأول 1. إذا هنا راح نقولوا مجموع ماذا؟ متتالية، نحكيو على هذا مجموع ثاني، مجموع متتالية هندسية حدها الأول 1 وأساسها كي يساوي 2. إذا أساسها يساوي 2 في المتتالية الهندسية، الفكرة هي ما هي؟ تطبيق مباشر للقانون. إذا المتتالية الهندسية أساسها 2 وحدها الأول 1، طبق القانون. القانون في المتتالية الهندسية وش يقول؟ يقول الحد الأول هو 1 في هذا الحال، في الأساس هو 2 أس عدد الحدود ناقص 1 على الأساس ناقص 1. إذا المجموع تاع المتتالية الهندسية هو الحد الأول في صفر في الأساس أس عدد الحدود ناقص 1 على الأساس ناقص 1. الآن عدد الحدود اللي نحطوه هنا في الأس هو ماذا؟ تبدأ بصفر وتنتهي بآن. عدد الحدود قلنا دائما في هذه الحالة هو آن زائد 1. إذا ركز معنا مليح، قسمنا المجموع تاعنا إلى مجموعين، المجموع الأول تخلصنا منه حسبناه لأنه متتالية هندسية سهل جدا، وش بقى لنا؟ 2 ناقص 1 في القسمة هي 1، تقسم على 1 ما عندها حتى معنى، تضرب في 1 ما عندها حتى معنى، معناتها هذا في 2 رايحين نحيو. إذا نرجعوا للمجموع الأول، لأنه المجموع الأول مازال فيه تبصير، المجموع الأول مازلنا ما كملناهش. إذا لاحظ في المجموع الأول هذا اللي هو 1 ناقص في 0، 1 ناقص في 1، 1 ناقص في ان، قلنا نروحوا للحد الأخير، لاحظوا باللي دائما كاين 1 ناقص، 1 ناقص في، 1 ناقص في. إذا الفكرة هي ماذا؟ كاين 1 وكاين ناقص في، زوج أمور ما يشبهوش بعضهم، ما هي الفكرة؟ نفصلوا الواحد مع بعضهم والناقص في مع بعضها. إذا ما هو العمل؟ رايحين نجمعوا 1 زائد 1 زائد زائد 1. إذا فصلناهم فقط، الواحد لميناهم مع بعضهم، عندك ناقص في صفر، ناقص في واحد، ناقص إلى غير ناقص في الآن. نخرجوا ناقص كعامل مشترك، واش يبقى لنا داخل القوس؟ يبقى لنا في صفر زائد في واحد زائد في الآن. لماذا؟ لأنه كاين ناقص في صفر، ناقص في واحد، ناقص في الآن، استخرجنا لهم كامل ناقص كعامل مشترك. إذا زائد ماذا؟ ما ننساوش باللي المجموع الثاني رانا حاسبينه، قلنا الواحد في الجهة ما يتكتبش، والواحد في القسمة ما يتكتبش. إذا مش بقى؟ بقات فقط 2 أس آن زائد 1 ناقص 1. إذا تساوي ماذا؟ ركزوا معنا مليح، المجموع هذا بقى قلنا إلا هذو زوج حوايج لازم نحسبوهم، لأنه هذه ثلاثة رانا حاسبين. الآن هنا عندنا 1 زائد 1 زائد 1 زائد 1. في بداية الملخص كما كنا نديره في الملخص النظري كان عندنا سؤال سأل زميلتكم، قلت لنا كيفاش نجمعوا حدود تاع متتالية ثابتة؟ هذه هي الفكرة هنا، هذه هي الفكرة هنا. إذا ركز معنا هنا، وهذه أيضا حاول تكتبها مع الملاحظات، لما يعود عندنا مجموعة أعداد ثابتة آ زائد آ زائد آ، ما على بالناش لازم يكون على بالنا شحال كاينة من مرة. إذا آ زائد آ زائد آ، مثلا في هذه الحالة 1 زائد 1 زائد 1، في حالة أخرى 2 زائد 2 زائد 2، 3 زائد 3 زائد 3. هنا لازم نعرفوا شحال كاينة من مرة. هنا الذكي راح يجيب دائما الفكرة، عندك أنت آ زائد آ زائد آ ثلاث مرات، هي ماذا؟ هي 3 في آ، آ زائد آ زائد آ 10 مرات، هي 10 في آ، 20 مرة، 20 في آ. الآن يعني أنت لازم تعرف شحال كاينة من مرة. نفرضوا باللي كاينه ان زائد 1 مره، اذا واش راح دير؟ الآ فقط تضرب في ان زائد 1. هنا عندك 1 زائد 1 زائد 1 زائد 1 20 مره، هو 1 في 20. عندك 1 زائد 1 زائد 1 30 مره، 1 في 30. عندك 1 زائد 1 كم مره؟ ان زائد 1 مره. علاش ان زائد 1 مره؟
لانه كل حد فيه واحد، كل حد فيه واحد، كل حد فيه واحد، وكاين ان زائد واحد حد. معناتها هذه الفكره شحال كاينه من مره؟ كاين ان زائد واحد مره. اذا الفكره هي ماذا؟ مجموع واحد زائد واحد زائد واحد، قلنا اي تضرب في عدد الحدود. الا في هذه الحاله هو واحد، يتضرب في عدد الحدود معناتها يتضرب في ان زائد واحد. انتهينا منه هذا. ناقص، لانه وجوده ناقص. الان في صفر زائد في واحد زائد زائد في الان هي ماذا؟ هو المجموع تاع الفي. والمجموع تاع الفي، الفي ما نوعها؟ نوعها حسابيه. في التمرين اثبتنا بلي حسابيه. اذا تطبيق مباشر للقانون. القانون في الحسابيه يقول لنا الحد الاول زائد الحد الاخير. اذا في صفر زائد في ان في عدد الحدود على اثنين، هذا هو القانون تاع الحسابيه. عدد الحدود هو ان زائد واحد. إذا واش بقى لنا نزيد لها؟ بقى لنا نزيد لها فقط هذه الفكرة اللي هي 2 ان زائد 1 ناقص 1. إذا هكذا نكون كملنا المجموع. الواحد هذا ما يتكتبش، يعني نعتبر حاجة في الواحد ما عندها حتى معنى. واش خاصنا نديرو؟ خاصنا نعوضوا في صفر بنتيجتها. في التمرين وجدنا أنها تساوي 1 على 2، ونعوضوا عبارة في لان بنتيجتها. هل نبسطوها ولا نخليوها هكذا؟ دائما انا نعطيك الفكره. اذا كان انت راح تبسط من اجل هدف معين، عندك هدف يعني اعطاك نتيجه، اعطاك نهايه قال لك احسبها، فما لازم تبسط. بصح تبسط من اجل ما عندك حتى هدف، معناتها ضيعت وقتك فقط. يعني تخليها هكذا، تعوض بي صفر، تعوض بي ان، تكون تدي العلامه الكامله حول هذا المجموع. اذا فقط اذا عندكم سؤال او ملاحظه حول هذا المجموع، والا نمروا اللي بعده. ناخذ سؤال او سؤالين. من فضلك استاذه هل انت معنا؟ أستاذ حاب نفتح مجال للأسئلة أم لا؟ هي نعم، إذا كان سؤال حول هذا المجموع لأنه فيه خدمة وفيه أفكار. يا عنده سؤال اللي يقدر يرفع إيده فقط ونعملوا ما باش يهدر، تفضلوا. بسرعة يا جماعة، بسرعة باش ما نطولوش. خصوص المحتوى نتاعنا. واحد ما رفع إيده أستاذ، دونك جو بونس ما عندهمش أسئلة. معلش. على كل حال مازلنا مجموعة الآخر. بخصوص المحتوى فقط ما تقلقوش، احنا في كل حالات لازم نكملوه، كل حالات لازم نكملوه ان شاء الله. في هذا التمرين في البدايه الحصه الاولى تعطلنا فقط لانه بدينا بالملخص النظري، درنا واحد نص ساعه. المحتوى تاعنا راح نكملوه يعني ثلاث حصص باذن الله. الان اذا بما انه ما كاينش اسئله روحوا للمجموع الاخر. هنا ما تنساش بلي عندك التسجيل، التسجيل ان شاء الله تقدر ترجع له. اطلب فقط من الاداره تاع المنصه التسجيل، واي فكره ما فهمتهاش تقدر ترجع لها وتفهم ان شاء الله بالتفصيل. الآن أعطانا مجموع آخر قبل ما نروحوا للتمرين الثاني. المجموع هذا فيه فكرة أخرى، وراني نركز على الملاحظات هذه اللي راني نبدأ فيهم، حاولوا تدونوهم، لأنه خاصة بالنسبة للناس المتوسطين الممتازين، الأفكار المألوفة تعرفوها، هذه الملاحظات هي اللي تخليك تتميز في الوحدة. الآن نروحوا للمجموع الذي بعده، وهو المجموع سماه جي لي أن. المجموع جي لي أن هذا وش يساوي؟ قال لنا يساوي أسية في صفر زائد أسية في واحد زائد واحد زائد إلى غاية أسية في آن زائد آن. إذا هنا اللي فهم المجموع الأول وهضم مليح المبادئ اللي مديناهم راح يفهم هذا المجموع بكل سهولة. المبدأ الأول واش هو؟ نروحوا للحد الأخير. الحد الأخير لازم نفهمه. الحد الأخير هو أسية في آن زائد آن. في الاول عوض بصفر، وسيد في صفر زائد صفر، ما يكتبش صفر، معناها تكتبت بهذه الطريقه. من بعد عوض بالواحد، وسيد في واحد زائد واحد، ومن بعد عوض باثنين ورايحه. الان هذا رانا نلاحظوا باللي فيه زوج حوايج، فيه وسيد في وفيه ان. ما هو العمل؟ ما هو العمل؟ العمل انه نفصله، بما انه فيه زوج مجاميع، زوج عبارات، اذا نفصلوا كل وحده على حين. واش معناتها؟ لموا عندنا وسيد في وسيد في، لموهم على بعضهم. وسيد في صفر زائد أسيد في واحد زائد إلى غاية أسيد في دي زائد المجموع الآخر قلنا كان صفر في البداية زائد واحد زائد اثنين إلى غاية زائد آن.
إذا ركزوا مع كل واحد على حدة، الآن الأول هذا قلنا قبل قليل، المجموع لما تكون فيه عبارة الإي وين نروحوا؟ نروحوا العبارة تاع الفي لآن تساوي بدلالة إي لآن ونجبدوه ماذا يساوي. لما تكون فيه عبارة الفي فقط في هذه الحالة ما نروحوش للفكرة هذه. في هذه الحالة واش نديروا؟ نروحوا نعوضوا بالحد العام، نعوضوا بالحد العام تاع هذه المفتتح. ركز معانا، لازمتنا نروحوا نحسبوا سي في ان ماذا تساوي. اذا هنا قلنا لما تكون كاينه الفي فقط عوضوا بالحد العام. قادر يقول واحد الخواص، الخواص ما يصلحوش انه ما عندنا جدار اسيه باش تكون خاصيه، لازم يكون كاين اسيه في اسيه في اسيه، هنا كاين جمع. اذا كاينه فكره اخرى، اذا اسيه في الان قلنا نعوضوا بالحد العام. الحد العام تاع الفي ان في هذا التمرين وجدناه يساوي 1 زائد 1 على 2 اس. هنا نديروا قاعده في بالنا، كاينه ملاحظه مهمه جدا نكتبوها، ان الاسيه تاع المتتاليه الحسابيه هي دائما متتاليه هندسيه. اذا عندنا حسابيه ندخل عليها الاسيه دائما تخرج هندسيه، يعني واحد يعرف الفكره هنا ما يخافش خلاص، هنا على باله باللي النتيجه راها هندسيه. وعندنا فكره اخرى الالان، عفوا الالان تاع الهندسيه هي دائما حساب. إذا نشوفوا برك واش عندنا في معطيات التمرين ونركزوا، الحسابية دخل عليها الأسية مباشرة نتيجة هندسية. كيفاش نثبتوها بلي راه هندسية؟ هنا من خواص الأسية تقدر تفصلها، تفصلها واش تصبح؟ تصبح أسية واحد في أسية واحد على اثنان أس. إذا علاش خواص الأسية فقط؟ إذا تصبح أسية واحد هي نفسها أو، لأن الواحد في الأس ما يتكتبش في الجهة، ما يتكتبش في القسمة، ما يتكتبش. إذا ركز مليح، راح نكتبوها أو في أو أس واحد على اثنين الكل أس أ. هل هذه الكتابة صحيحة؟ نعم، لأنه لما يكون أس و أس يتضربوا في بعضهم نرجعوا لهذا النتيجة. علاش راح نكتب فيها بهذه الطريقة؟ لأنه قبل قليل قلنا لما تكون المتتالية من الشكل أ في بي أس أ راها هندسية. إذا أ في بي أ هندسية، هذا هو حدها الأول، هذا هو أساسها بنفس الطريقة اللي شرحناها في المجموع السابق. إذا الآن الأسية في لي آن لازم تكتب هذه الملاحظة، أسية في لي آن هي متتالية هندسية. وش هي المعلومات نتاعها؟ حدها الأول هو أو، وأساسها هو ماذا؟ هو أسية واحد على اثنان. إذا تخلصنا منها بما أنها هندسية معناتها تطبيق مباشر للقانون. القانون ماذا يقول؟ في الهندسية يقول الحد الأول، وحنا قلنا بالحد الأول هو أو. إذا الحد الأول في الأساس وهو أسية واحد على اثنين أس عدد الحدود ناقص واحد على الأساس ناقص واحد. إذا الآن هذا فقط تطبيق، بعد ما عرفنا ما هو نوع المتتالية طبقنا مباشرة القانون. إذا الآن عدد الحدود لا يتغير، يبدأ بصفر ينتهي بآن، عدد الحدود هو آن زائد واحد. إذا انتهينا من هذا المجموع الأول، بقى لنا المجموع الثاني. المجموع الثاني نقدر نجيبه بشحال من طريقة، ركز مليح، صفر بعد ولا واحد بعد ولا اثنين بعد ولا ثلاثة، قاعد يزيد بعدد ثابت اللي هو واحد، قاعد يزيدنا بعدد ثابت هو واحد. إذا كانت صفر ولات واحد ولات اثنين لغاية ولات هذا. إذا لما المتتالية تكون تزيد بعدد ثابت راها متتالية حسابية. إذا هذه راها متتالية حسابية، حدها الأول هو صفر وأساسها واحد. كيفاش عرفنا حدها الأول صفر؟ لأنها بدأت بصفر. كيفاش عرفنا أساسها واحد؟ لأنها تزيد بالواحد. متتالية هي الحسابية، هي اللي تزيد بعدد ثابت، متتالية هندسية تضرب. أو بطريقة أخرى، إحنا قلنا دائما لما تكون عندنا متتالية من الشكل، إذا لما تكون عندنا متتالية من الشكل A في B أس A، قلنا هذه هندسية. لما تكون عندنا من الشكل A زائد B A، هذه دوما متتالية حساب. هذا اللي مكتوب وحده هو الحد الأول، وهذا اللي مضروب في الآن هو الأساس. لماذا هذه الفكرة؟ قانون نعرفه كامل، لأن الحسابية هي اللي مكتوبة من الشكل V صفر زائد A في A، يكون عدد وحده زائد عدد مضروب في الآن. الحد الأول والأساس. في هذه الحالة لاحظ العبارة الأخيرة، وش هو العدد اللي مضروب في الآن؟ هو واحد، إذا أساسها واحد. ما هو العدد اللي راه مكتوب؟ صفر، لأنه لا يوجد عدد مكتوب، إذا راه مكتوبة من الشكل
واحد في ان زائد صفر. حده الاول هو صفر واساسها واحد. يعني بطريقتين مختلفتين عرفنا ان هذه راه حسابيه حدها الاول صفر واساسها واحد. الحسابيه القانون يقول ماذا؟ القانون تاع المجموع هو الحد الاول زائد الحد الاخير في عدد الحدود على اثنان. الان فقط ننظموها، واش راح ننظموا فيها؟ الصفر فقط هذا نحيوه لانه الصفر في المجموع ما يتكتمش. هذه ايضا ما عندناش كيفاش نبسطوها سوى ان ناخذ السلم الاس. اذا هذا هو المجموع الثاني. الى عندكم اسئله، وطبيعي انه شفت بلي كاين اللي قال ما فهمتش، طبيعي المجاميع طبيعه مش راح نفهمهم كلنا من المره الاولى، باين بلي راح تكون عندنا اشكالات. اذا عندكم سؤال تفضلوا. إذا عندكم سؤال فقط اطلبوا الإذن، راح نمد لكم المايك. نعم. اللي عنده سؤال يتفضل يسقسي الأستاذ، اللي ما عندكمش خلي الأستاذ يكمل إن شاء الله الشرح تاع الدرس. بما أن الأستاذ ما فتحوش وما قالوش ما طلعوش يديهم دونك ما عندهمش أسئلة، تفضل أستاذ تقدر تكمل الآن. لا نظن كاين اللي كبير قال ما كاين ما فهمش. واحدة قالت لي لم أفهم ممكن بالك على التسجيل، أنه التسجيل نحمله، هذه أسئلة إدارية كي خلصوا الحصة إن شاء الله نجي نجاوبهم على التسجيل. فهمت. إذا ما كانش مع ملاحظة أسئلة أو ملاحظات أستاذ نقدر ندير سكرين شوت باك على السبورة من فضلك قبل ما تنسى. نعم تفضلي، أنا حسبك قدرتي يا أستاذ. نعم. تفضل أستاذ تقدر تكمل. إذا ما تنساوش فقط يا جماعة باللي عندكم التسجيل، وما تنساوش أيضا باللي راه عندكم إن شاء الله المجموعة تاع تيليجرام، واللي ماهوش معنا في المجموعة تاع تيليجرام ينضموا، لأنه الجماعة اللي معنا في الدورات راح نعطيهم يعني خدمة ما نمدوهاش لناس آخرين، هي أنه نجاوبوا على الأسئلة تاعهم. يعني أي سؤال في هذه الدورة أو خارج الدورة تقدروا تطرحوهم بعد في تيليجرام، وإما نجاوبكم أنا ما نجاوبكم زملائكم، وهكذا نستفادوا يعني بطرق متنوعة. إذا هكذا نكونوا كملنا التمرين الأول، الوقت ما بقناش بزاف، عندنا حوالي 20 دقيقة. هذيك هي نحلوا الجزء الأول من التمرين الثاني، نحلوا الجزء الأول من التمرين الثاني، ومازالونا إن شاء الله حصص أخرى. نكملوا المحتوى تاع الدورة اللي رانا نقدموا فيها، يعني نفس المحتوى اللي رانا نقدم فيه في الولايات. الآن روحوا للتمرين الثاني، قلنا نحلوا على الأقل الجزء الأول منه، واللي يبقى لنا إن شاء الله الحصة الأخرى إذا كنا من الأحياء. الآن التمرين الأول، النموذج الأول هو نموذج شائع يعطينا متتالية، فيها إي لي آن، بعد فيها في لي آن، بعد فيها مجموع في الأخير. هنا كاين نموذج آخر يستعمله، هو لما المتتالية تبدأ بدالة، فيه فكرتين فقط أو ثلاثة نتعلمو. إذا الآن عفوا رانا في التمرين الثاني فقط. إذا الدالة اف هي دالة عادية، لاحظوا باللي فيها واحد زائد اثنين او. هنا لما نقول او معناتها مش دالة أسية، معناتها عدد فقط، او يساوي 2.7 على اكس ناقص أسية اثنين على اكس زائد واحد. مجموعة التعريف المعطات هي من ناقص واحد إلى غاية زائد ما لا، ناقص واحد مفتوح لأنه يعدل ما بداخل المقر. الأسئلة حول الدالة نحاول نجاوب عليهم. السؤال الأول، واحد أدرس اتجاه طريق، إذا واحد دراسة اتجاه الطريق. وهنا ملاحظة باللي التمرين راح تاع متتالي وليس تمرين دالة. وش معناتها؟ معناتها أي سؤال نجاوبوا عليه في الدالة راح نحتاجوه بعد في المتتالي. إذا دراسة اتجاه تغير الدالة اف، دالة اف ندرسوا اتجاه تغير من خلال مشتقة، نحسبوا مشتقتها وندرسوا إشارة المشتقة. إذا دالة اف قابلة للاشتقاق على المجال تعريفها ونحسبوا المشتقة. دالة اف هنا راها دالة كسرية، دالة ناطقة، القاعدة تقول مشتقة البسط في المقام ناقص مشتقة المقام في البسط، ركزوا معنا قليلا، على المقام مربع. إذا المقام مربع. مشتقة البسط عندك اكس مضروب في عدد، هذا راه عدد وليس دالة. لما يكون اكس مضروب في عدد معناتها المشتق تاعو هو ذلك العدد.
لما يعود عندك 6 x بنحب تشتقها كل 6. عدد مضروب في x دائما المشتقة هو الحرف. ناقص او مربع هذا عدد ثابت. ناقص اسي 2 راه يساوي ناقص 7.3. الاشتقاق تاعه 0. اذا هذا هو فقط مشتق الوسط. يضرب في ماذا؟ يضرب في المقام. ناقص مشتق المقام، مشتق الاكس هو 1، مشتق الواحد هو 0. اذا مشتق المقام هو 1. اذا ناقص 1 في البسط، ناقص 1 في البسط معناتها البسط تعكس له الاشاره، يعني تضرب في ناقص 1 اذا تتعكس اشارته فقط. اذا هذه تصبح ناقص 1 زائد 2 او في اكس، قلنا تتعكس الاشاره اذا ناقص اسي 2 تصبح اسي 2. الان نركز قليلا في المقام، مش عندنا x زائد 1 بكل مربع، نفك في البسط ننشر فقط، ليس يعني ماشي حاجه كبيره، ننشرها في المحاولات. عندنا 1 زائد 2 او في x، لانك تكون 1 زائد 2 او في x، ثم عندنا 1 زائد 2 او في الواحد، اذا تبقى 1 زائد 2 او. الاخرى هي ناقص 1 زائد 2 او في x زائد اسيه 2. لاحظوا باللي 1 زائد 2 او في x وناقص 1 زائد 2 او في x نفسهم متعاكسين حتى يروحوا مع بعض. اذا واش يبقى لنا؟ راح يبقى لنا 1 زائد 2 او زائد اسيه 2. اذا طبقنا القانون حساب نشر عادي جدا، يعني امور سهله. الان رايحين ندرسوا الاشاره. المقام واش رانا نلاحظوا؟ المقام راه موجب. لماذا؟ لانه فيه تربيع. البسط ما هي اشارته؟ ركزوا نركز. الواحد عدد موجب، 2 او موجبه لانه او هو 2.7، والسي 2 موجبه، اذا كل شيء فيه راه موجب. ماذا نستنتج؟ نستنتج بان البسط راه موجب. موجب على موجب ماذا نستنتج؟ نستنتج ان النتيجه موجبه. اذا المشتقه موجبه، واش نقولوا في هذه الحاله؟ راح نقولوا بلي اف راها داله متزايده تماما على مجال تعريفها اللي هو ناقص 1 زائد ماذا. اذا سؤال عادي، ولكن ذكر لي فقط بلي هذه الاسئله في الدوال من بعد لازم نستعملوها في المتتاليات. الان بعد اتجاه التغير ما هو المطلوب منا؟ بعد اتجاه تغير الداله اعطانا سؤال مهم جدا، قال لنا ادرس اشاره. اذا دراسه اشاره ماذا؟ الفرق اف لاكس ناقص اكس. هذا ايضا سؤال نحتاجه بعد في المتتاليات. الان كيفاش ندرسوا اشاره اي حاجه؟ لازم اولا نحسبوها ثم نحكيو على اشارتها. اذا اف لاكس ناقص اكس، منين نجيبوا اف؟ من هذه العباره اللي هي 1 زائد 2 او في اكس ناقص اسيه 2 على اكس زائد 1. هذه هي ماذا؟ عباره الداله. رايحين نقصوا منها ماذا؟ رايحين نقصوا منها اكس. اذا نقصنا منها اكس، كسر ناقص على المقدار، لازم نوحدوا المقامات. المقام هنا هو اكس زائد 1، اذا نضرب في اكس زائد 1 ونقسموا على اكس زائد 1. نظموها، ركزوا مليح، المقام واش عندنا؟ في المقام كاين x زائد 1. في البسط ننشر في المحاولات ونحطوا النتيجة. عندنا x في الواحد معناتها x، عندنا x في 2 او معناتها 2 او x، ثم عندنا ناقص او سي 2، ثم عندنا ناقص x في x، إذا ناقص x مربع، عندنا ناقص x في الواحد معناتها ناقص x. إذا هنا كاين إكس وناقص إكس معناتها يروحوا مع بعضهم. إذا نعاودوا نظموها، عندنا ناقص إكس مربع، بعد عندنا زائد 2 أو في إكس، ثم ناقص أسية 2. الآن ركز قليلا، الهدف هو دراسة الإشارة، معناتها لازم نوصفوا قدر المستطاع. إذا لاحظوا هنا باللي المقام الوسط راه درجة ثانية. إذا عندنا إكس مربع، عندنا إكس، وعندنا عدد، معناتها ديرت الممارس. ولكن لو كان ننتبهوا عندنا ناقص نبسطوها أفضل، ناقص مع ناقص مرتين، إذا من الأفضل نستخرجوها. واش يبقى لنا؟ يبقى لنا إكس مربع، خرجنا الناقص، إذا نحينا هذه الناقص، زائد 2 أو إكس واش تولي؟ تولي ناقص 2 أو إكس، لأن نحينا لها الناقص. ناقص أسية 2 ماذا تصبح؟ تصبح زائد أسية 2. على ماذا؟ على x زائد 1.
إذا الآن في المقام كاين إكس زيرو واحد، في البسط كاين ناقص، هنا هذا كاين حدود من الدرجة الثانية دلتا الموميليس بعدها. ولكن لو ننتبه وقلنا دائما في وحدة المتتاليات 90% درجة ثانية اللي تخرج راح تخرج متطابقة شهيرة، يعني دائما دير الفكرة هذه في بالك. الآن هل هي متطابقة شهيرة؟ نعم، لأنه عندنا إكس مربع وعندنا أو مربع، وهنا عندنا ناقص 2 أو في إكس، إذا متطابقة شهيرة. ناقص كاش نكتبوها؟ نكتبوها إكس ناقص أو لكل مربع. لماذا؟ مربع الأول هو إكس مربع، مربع الثاني هو أو مربع، كاين هنا ناقص، معناتها ناقص 2 في أو في إكس، إذا راها متطابقة شهيرة. المتطابقة الشهيرة وش هو الأهمية تاعها؟ أنها تقصد الخدمة، ما نديروش دلتا مميز. لما انتبهش يدير دلتا مميز، وأيضا طريقة سهلة راح نشوفوها في التمرين الثالث. التمرين الثالث عندنا يعني لا مفر لازم نديرو دلتا مميز. الآن هنا عندك قوس مربع معناتها موجب مضروب في الناقص، إذا الإشارة سالبة. الآن بقى لنا اللي يتحكم في الإشارة هو المقام إكس زائد واحد. اللي ما يركزش يقول ندرس إشارته وصحيح، ولكن نضيع وقته فقط، لأنه إكس زائد واحد ينعدم عند ناقص واحد، قبله سالب بعده موجب. على هذا المجال من ناقص واحد زائد ولا نهاية معناتها موجب، إذا إكس زائد واحد على مجال تعريف راه موجب. لماذا ينعدم عند ناقص واحد؟ قبله سالب بعده موجب، وهنا هذا بعده. إذا سالب على موجب نستنتج ماذا؟ نستنتج أن النتيجة سالبة. إذا هذه النتيجة راها سالبة، لأنه يعني سالب على موجب. إذا ماذا نقول في هذه الحالة؟ نقول f dx ناقص x راه أقل من الصفر على أي مجال؟ على المجال المعطى اللي هو ناقص واحد زائد ما لا نهاية. إذا هذه هي الأسئلة التي تتعلق بالدالة f. شوفوا الساعة فقط. نعم صوروا لنا هذه الأسئلة حتى نكملوا الجزء الأول، مازلنا فيه سؤالين على المتتالية وبعدها نفتحوا باب الأسئلة. إذا صورونا فقط هذا. أيوا شكرا يعطيك الصحة أستاذ. إذا الآن الأسئلة احتفظونا فيهم فقط إذا عندكم أسئلة تفضلوا لكن بسرعة. شكرا. إذا الصور كن توجدوها عند المشرفة الأستاذة المشرفة على الحصة، تلقوا الصور تاع الصبورة كامل. ثم فقط في الحصص تاع الزوم كتبوا الملاحظات، والكتابة يعني تكون عندكم موجودة، تحتاج أي سؤال ترجع للكتابة توجد كلش إن شاء الله. إذا الآن أعطانا المتتالي، الأسئلة فقط من فضلكم احتفظونا بها، مازلنا سؤالين كملوا الجزء الأول وتطرحوا لنا الأسئلة. إذا إي صفر يساوي أعطانا متتالية سي أو زائد واحد. المتتاليات اللي تكون فيها التمارين العلاقة التراجعية، المتتاليات اللي تكون فيها الدوال عفوا العلاقة التراجعية دائما تكون إي لأن زائد واحد يساوي أف لإي. هنا لازم نفهم واش معناتها أف لإي. هذه هي الدالة أف، تسمى الدالة المرفقة بين المتتاليات. واش معناتها أف لإي؟ معناتها في بلاصة إكس نحطوا إي لأن. إذا حبينا إي لأن زائد واحد نحطوا هنا إي لأن وهنا إي لأن. كبري هذه الملاحظة. إذا إي لأن زائد واحد هي هذا القوس مضروب في إي لأن ناقص سي 2 على إي لأن زائد واحد. الآن الأسئلة عادية تاع المتتالية، وراها في تراجع، اتجاه تغير وتقارب. وليد صبر برك نكملوا الحصة وبعد نكملوا الجزء هذا سؤالين نطرح لنا الأسئلة. الآن البرهان بالتراجع، واش طلب منا؟ البرهان بالتراجع. على ماذا؟ على أنه إي لأن أكبر من أو. هذه قلنا نسميوها الخاصية بي لأن. إذا نسميوها الخاصية بي لأن. أولا الخطوة الأولى في البرهان بالتراجع لازم يكون الخاصية محققة من أجل الحد الأول. هل الحد الأول يحقق الخاصية؟ الخاصية أصلا تقول ماذا؟ تقول بلي إي لأن أكبر من أو. هل الحد الأول أكبر من أو؟ نعم، لأنه يساوي أو زائد واحد. أو زائد واحد هي 3.7، 3.7 واضح أنها أكبر من 2.7. إذا واش نقولوا؟ لدينا إي صفر أكبر من أو. على فكرة الخطوتين الأولى والثانية في برهان التراجع دائما تكون كتابة، يعني حتى لو ما كتب حتى حاجة يكتب السطر الأول والسطر الثاني، راح تدي نص العلامة، دائما النص الآخر يكون فيه خدمة هو
الخطوة الثالثة. إذا لدينا إي صفر أكبر من أو ومنه بي صفر ما بها محقق. الآن بي صفر محققة، الخطوة الثانية نفرض صحة بي لأن. بي لأن تقول ماذا؟ تقول باللي إي لأن أكبر من أو، هذه الفرضية. الآن النتيجة وهي الخطوة الثالثة لازم نوصلوا باللي إي لأن زائد واحد راه أكبر من أو. كيف نصل إلى هذه النتيجة؟ في التمارين اللي تكون ما فيهاش الدلالة المرفقة، قلنا نبنيو، واش معناتها نبنيو؟ نشوفوا كيفاش دار هو زاد 3 نزيدو 3، دار المقلوب نديرو مقلوب، راه في عدد مربع عدد واحد. لكن اشفاء لها الملاحظة في التمارين اللي تبدا بالدالة المرفقة، دائما اجل انك تنتقل من اي لان الى اي لان زائد واحد فقط ادخل الدالة اف. لماذا؟ لانه اي لان زائد واحد هو اف لك لان، حتى باش تحصل على اي لان زائد واحد دخل فقط عليه الدالة اف. اذا الان واش معناتها ندخل عليه الدالة اف؟ ركز معنا، رايحين نقولوا ومنه ندخلوا الاف على الطرف. ولكن هنا كاينه ملاحظه، الداله لما تدخل على المتراجحه ننتبهوا لحاجه، هل هي متزايده ولا متناقصه؟ لانه اذا كانت متزايده ما تعكسش، اذا كانت متناقصه تعكس. في الحاله تاعنا هذه السؤال الاول اثبتنا بلي راها متزايده، اذا التوظيف نتاعو هو هنا. اذا هنا لازم التمرين هذا يكون منقط، لازم تقول لي ان اف متزايده. واش معناتها متزايده؟ معناتها كون جات متناقصه راح تعكس. الان ركز معنا مليح، اف لي اي لي ان هي ماذا؟ اف لي اي لي ان هي اي لي ان زائد واحد. هنا واش بقات لك؟ بقات لك اف لي او، لازم تحسبها. اذا اف لي اي لي ان هي اي لي ان زائد واحد. اف لي او هنا واش تحسب؟ واش لازم نلقاوها؟ لازم نلقاوها او، او نلقاوها بالتعدي. اذا ما هو العمل هنا؟ العمل هنا فقط لازمتنا نحسبوا اف لي او. اذا نحسبوا اف لي او كيفاش نحسبوها؟ بالتعويض فقط. اذا نقولوا لدينا اف لي او، كيف نحسبها؟ في الداله ونعوضه ب او، وين نلقاو اكس نعوضه او. في المقام عندنا او زائد واحد، في البسط عندنا واحد زائد اثنين او مضروبه في اكس، اكس قلنا نعوضه ب او مضروبه في او ناقص او مربع. الان نوزعوا البسط، عندنا واحد في الاو او، عندنا اثنين او في الاو، اذا اثنين او مربع، وتنقص منها او مربع، اثنين او مربع ناقص او مربع اش معناتها الشقه؟ يبقى او مربع. اذا 2 ناقص 1 1 على او زائد 1. هنا ركز عندك او وسيد 2، اذا لاحظوا بلي كاين او كعامل مشترك، نستخرجوا او كعامل مشترك. هذه تترك ماذا؟ تترك 1. الاو مربع لما نحيوا لها او تترك او على او زائد 1. اذا هنا 1 زائد او، او زائد 1 نفسهم معناتها نفسهم، يتبقى ماذا؟ يبقى او. اذا فعلا اف لي او يساوي او، ولازم يخرج او. لماذا؟ لانه حنا حابين نوصلوا بلي اي لي ان زائد واحد اكبر من او. اذا اي لي ان زائد واحد ماذا؟ يحقق الخاصيه. في هذه الحاله قولوا بلي بي لي ان زائد واحد محققه. اذا هنا تعلمني الفكره، التمارين اللي تبدا تاع المتتاليات اللي تبدا بدوام فيها فكره او فكرتين فقط. الفكرة الأولى هي في المرحلة بالتراجع، لما نعود حابين ننتقل من إي لي أن، إي لي أن زائد واحد ما نديروش البناء، واش نديرو؟ ندخلو الدالة فقط نتحقق من اتجاه الضغط. إذا رانا درنا البرهان بالتراجع. سؤال قلنا مازلنا سؤال فقط وبعد نفتحو باب الأسئلة. إذا بعد البرهان بالتراجع عندنا اتجاه التغير. إذا اتجاه التغير لا يتغير دائما الفكرة نفسها. ندرس إشارة الفرق إي لي أن زائد واحد ناقص إي. في العادة نروح نحسبوا إي لي أن زائد واحد ناقص إي لي أن واحد مرة، ولكن التمارين التي تبدأ بالدوام كاين فكرة يولي هذا السؤال اللي سهل جدا. ركز معنا، إي لي أن زائد واحد في التمارين تحت الدوال المرفقة ماذا يساوي؟ يساوي إف لإي لي أن. إذا في بلاصة إي لي أن زائد واحد نضع إف لإي لي أن ونقص منها إي لي أن. إذا إي لي أن زائد واحد هي نفسها إف. الآن ليركز قليلا ينتبه باللي احنا في السؤال الثاني في الدوال درسنا إشارة اف لي اكس ناقص اكس، ماذا وجدنا أنها؟ وجدنا أنها سالبة. إذا اف لي اكس ناقص اكس سالبة، في بلاصة اكس حطينا اي لي ان، معناتها اف لي اي لي ان ناقص اي لي ان تبقى أيضا سالبة. هذه بالاعتماد على ماذا؟ بالاعتماد على السؤال الثاني. إذا من السؤال الثاني فقط رانا درسنا إشارة اف لي اكس ناقص اكس
ووجدنا أنها سالبة. إذن F لـ E لـ N ناقص E لـ N سالبة. إذن ماذا نستنتج؟ هذا الفرق سالب. ماذا نستنتج؟ نستنتج أن المتتالية E لـ N متناقصة. الآن السؤال الذي يطرح، لو كان ما عطاناش إشارة F لـ X ناقص X، واش نديرو؟ احنا خدمو بنفس الطريقة، يعني نروحو F لـ E لـ N ناقص هنا E لـ N لواحد المقامات كما درنا في السؤال الأول. إذن هل هي متقاربة؟ دائما بعد اتجاه التغير السؤال هو التقارب. هل هي متقاربة؟ الآن هل هي متقاربة؟ نعم، لأنه هذه كيفاش نقراوها؟ نقراوها محدودة من الأسفل الـ O. إذن E لـ N متناقصة وفي نفس الوقت محدودة من الأسفل. إذا ماذا نستنتج؟ نستنتج أنها متقاربة. الآن محدودة من الأسفل ومتناقصة متقاربة، ما هي نهايتها؟ نهايتها لما نحسبوها في هذا الجزء الأول ولما نحسبوها في الجزء الثاني لازم نلقاوها ماذا؟ لازم نلقاوها تساوي O. لماذا؟ لأنها متناقصة ومحدودة من الأسفل بO. إذا هنا نكون كملنا هذا الجزء الأول وبالتالي كملنا هذه الحصة، يعني سبحان الله جت مع الوقت قلت لي أنا 11 صفر صفر. إذن الآن تقطونا صورة للشاشة، الحصة كملناها، فقط إذا عندكم أسئلة حول هذا الشيء اللي شفناه اطرحوه لنا باش نختموا الحصة. السلام عليكم أستاذ. كان واحدة فقط تقول في التليجرام، قلت لك متى نقول أنها متناقصة ومتى نقول أنها متناقصة تماما. طيب شوف، تقطونا فقط صورة باش نشرح. لا لا خلاص أستاذ، تقطع أستاذ يشرح. شكرا جزيلا. شوف الآن بخصوص المتناقصة والمتناقصة تماما، لازم نفهموا باللي حتى علميا علميا الفرق بيناتهم ماهوش كثير، مش يعني حاجة كبيرة. معناتها ما هو العمل؟ في تمارين البكالوريا دائما يكون متناقصة تماما، أنت دائما نقول متناقصة تماما. هو إشكال وين؟ أنه لما يكون إي لي أن زايد واحد ناقص إي لي أن أقل تماما من الصفر نقول متناقصة. نقول متناقصة تماما. لما يكون يقدر يكون يساوي الصفر، يعني يكون أقل أو يساوي الصفر نقول متناقصة. إذا لما يكون أقل تماما من الصفر نقول متناقصة تماما. لما يعود يقدر يساوي الصفر نقول متناقصة. ولكن أنا أقترح عليك حل سهل، لأنه حتى علميا ما كانش فرق بيناتهم كبير. ما هو العمل؟ الحل دائما قول متناقصة تماما، دائما قول متناقصة تماما. إذا الآن كان الأخت أمينة. نعم أخت أمينة تفضلي. نعم تفضلي تفضلي. أستاذ معلش نسقسيك في المجموع تاع التمرين الأول، يعني هي المجموعة. نعم. هاي تفضلي. نعم. القانون اللي مديته لنا اسكو دائما نقدر نطبقه؟ يعني كيكون عندنا أسية على حسابية تساوي هندسية والآلة تاع. بصح شوف لازم هذا لازم تثبتي باللي راها حسابية ولا هندسية، أنا نعطيتك الفكرة فقط. فو انت الفكره تعرفي باللي كي تعود حسابيه دخلوا عليها الاسيه تولي هندسيه، ولكن لازم تثبتيها باللي راه هندسيه. كيفاش تثبتيها؟ كيما خدمتها هنا. مفهوم؟ كاين الاخ نادير عزوز. نادير عزوز تقدر تسقسي الاستاذ واش راك حاب تسقسي على المجاميع؟ تفضل محمد راك تسمع فينا، تفضل. كاين ايضا اصاله راه قاعده تطلب في الاذن. تفضلي فقط ملاحظه يا جماعه قبل السؤال تاعك، قبل السؤال راني نبعث لكم ان شاء الله استماره في المجموعه تاع تيليجرام باش تعطيونا يعني التقييم تاعكم تاع الحصه، اذا كاين بعض السلبيات بعض الايجابيات نبهونا عليهم في استماره باش نحسبوهم في الحصه القادمه. نعم أستاذ، هل ممكن توضح لي أكثر كي تكون الدالة متناقصة؟ عاودي. هل ممكن توضح لي أكثر كي تكون الدالة متناقصة كما كنا نخدمه في ال كي تكون دالة متناقصة في البرهان بالتراجع؟ نعم. إيه فهمتك. نعم. شوف هنا الآن في الدالة المتناقصة لازم المتراجعة تكون عندها طرفين، ما لازمش يكون عندها طرف كيما هنا فقط. واش معناتها؟ معناتها مثلا الفرضية راح تقول بلي إي آن محصور بين واحد وثلاثة. الآن فرضا بلي الدالة إف راها متناقصة، هو أكثر شيء يتعامل مع الدوال المتزايد.
ولكن لما تحدث الداله المتناقصه هي على المتراجحه ماذا يحدث؟ تتقلب المتراجحه تتعكس، معناتها ثلاثه ما تكتبوش افلي ثلاثه من نكتبوها من هنا، يعني يتعكسوا، وافلي واحد تروح للطرف الاخر. الان في النص واش راح يولي؟ راح يولي اي الان زائد واحد، فالطرفين افلي واحد وافلي ثلاثه تروح تعوضهم في الداله. وش لازم يكون؟ لازم افلي واحد في الداله يخرج لك ثلاثه، وافلي ثلاثه يخرج لك واحد، يعني باش تعاود ترجع كما كانت. اذا ما خرجولكش هما واحد وثلاثه راح يخرجوا لك بالتعدي، يعني مثلا هنا تخرج لك اثنين، بما انها اقل من اثنين راها اقل من ثلاثه بالتعدي. اذا نظن انه وضحت الفكره. وضحت الفكره. استاذ نقدر نسقسيك على التمر الاول؟ اي نعم نعم بسرعه فقط. استاذ وقتاش نستعمل العباره الاولى تاع الي ان زائد واحد يساوي الي ان ناقص واحد على الي ان زائد ثلاثه، وقتاش نستعمل العباره الثانيه اللي كنت برهنتها؟ اي نعم، شوف هذيك العباره الثانيه هذيك عندها خدمه واحده هي البرهان بالتراجع فقط، لانه هذيك الميزه نتاعها انه الي ان مش موجوده الفوق والتحت، كاينه في المقام برك. نعم شكرا استاذ. العفو العفو. زيدونا جماعة كاش اسئله. استاذ كاين واحد قال لك استاذ ركزنا على دقيقه فقط اثبات المتراجحات اما بطريقه برهان بتراجع بطريقه طرف بطرف. اي نعم نعم، شوف هذيك راها موجوده في التمرين الثالث في السلسله، راني قلت لكم بلي السلسله هذه رانا خادمينها بحيث فيها كل افكار الوحده، يعني متهني مستحيل فكره المتراجحات ما نديروهاش. زيدوا نجمع كشي أسئلة أخرى. أستاذ. نعم تفضل. أصلا تفضل. أستاذ. نعم. أستاذ معلش تعاود لي المجموعة الثانية من التمرين الأول. كيفاش عندك سؤال بالتحديد ولا نعاود المجموعة كامل؟ لا لا في في الأخير يعني في النتيجة الأخيرة. كيفاش النتيجه الاخيره؟ وينها؟ شرحي هنا بالتحديد على خاطر المجموع كامل، من الافضل انك ترجعي للاخر خاطر تعبنا شويه. اذا كان سؤال محدد هكذا نجاوبك. نو من الاول كنت فهمت ومن بعد راحت لي لا كونيكسيون سي بور سا ما كملتش. واش رايك نقترح عليك انك تفرجيه في التسجيل افضل اصلا؟ نعم شكرا. العفو. السلام عليكم استاذ. وعليكم السلام ورحمة الله. مرحبا. شكرا أستاذ. ممكن فكرة المجامع وقتاش نديروا الفكرة أنه نظهروا المقام في البسط، يعني نزيدوا ونقصوا نفس العدد؟ عاودي كيفاش؟ يكون عندنا مجموع وفي الحد الأخير بطريقة تاعك اللي قلتنا نروحوا للحد الأخير ونحاول نفهموا الفكرة تاعه أنه المقام يكون عندنا دالة ناطقة في المقام نزيد ونقصوا نفس العدد. هذيك شوفي نزيدو ننقصو هي فكره برك، بصح هذيك وقتاش نخدمو بها؟ لما يكون عندنا اي لي ان الفوق والتحت. فوق هنا علاش ما خدمناش بها؟ خاطر كانت في العباره نتاعنا لو كانت تلاحظوا كانت عندنا اي لي ان تحت برك. اذا لما يكون عندنا اي لي ان الفوق والتحت، مثلا عندنا اي لي ان زائد واحد والفوق مثلا كاين اي لي ان زائد ثلاثه هكذا مثلا، هي فكره نزيدو ننقصو نقدر نعوضها بالقسمه الاقليديه، لانه ثلاثه هذه كيفاش نقدر نكتبوها مثلا؟ نقدروا نكتبوها واحد زائد اثنين، يعطيك الصحة. علاش؟ علاش يقول لكم ديروا هكذا؟ هذه خاطر كي تقسمها واش تمد؟ تمد واحد. واحد. صح؟ أي نعم. تسمى هذه الفكرة تاع نزيدوا ونقصوا كيكون إي لي أن الفوق والتحت، واللي ما يفهمهاش واش يقدر يدير؟ أنا عادة ما نديرهمش أفكار تاع نزيدوا ونقصوا كذا، لأنه تبان صعيبة. واش ندير؟ ندير القسمة الإقليدية، نعطيهم فكرة أخرى باش تبان لهم أسهل ويقدروا يفهموها. فهمت عليك أستاذ، شكرا بارك الله فيك والحصة ما شاء الله، شكرا. العفو ربي يحفظك ان شاء الله. شكرا. زيدونا فقط استاذ اذا كاين اسئله لما كانش نختمو. اللي عنده اسئله فقط يسال الاستاذ قبل ما نختمو ان شاء الله. إذا نظن أنه ما كانش أسئلة، فقط جماعة ملاحظة، إن شاء الله في التليجرام نكون موجودين معكم، ونقولكم إن شاء الله نبعث لكم استمارة باش تقيمونا هذه الحصة، الحوايج السلبية باش نتفاداوهم إن شاء الله في الحصة الجاية. ما تنساوش بلي عندكم التسجيل، يعني أي حاجة تحتاجوها تقدروا ترجعوا لها، وهذه هي.
تلقاو إن شاء الله في الحصة الأخرى. ربي يوفقكم إن شاء الله وبالتوفيق، وشكرا للأستاذة اللي حضرت معنا. بارك الله فيك أستاذ، صحة حالكم، سلامة. شكرا، سلام عليكم. سلام عليكم. سلام عليكم. سلام.